للحديث عن ملف وجود القوات الأمريكية في العراق معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل عبر الهاتف. أستاذ عبد القادر، بداية مرحبا بك. على أي أساس يحدد الساسة في العراق قرار طلبهم القوات الأمريكية من رحيلها؟ لماذا يعاد إثارة هذا الملف في هذا الوقت بالتحديد؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بكم. هذا الملف حقيقة هو للمزايدات السياسية ليس إلا، وبالتالي جميع الأطراف السياسية بما فيهم الإطار التنسيقي أو الميليشيات المسلحة كلها كانت تستخدم عبارة إخراج القوات الأمريكية من العراق للوصول إلى مكاسب سياسية وليس لسيادة العراق، لأنه من دعمهم للوصول إلى السلطة منذ عام 2003 ومن حل الجيش العراقي ليشكل قرار بول بريمر رئيس سلطة الاحتلال في العراق من إعادة تشكيل القوات الأمنية والعسكرية على وزن 7 ميليشيات هي الاحتلال الأمريكي بالتوافق مع الإيرانيين. وبالتالي ما يحدث الآن حقيقة من عودته هو يراد من خلال تسويق السوداني إلى القوات الأمريكية بأن السوداني يمكن أن يخدمهم ويمكن أن يتوافق معهم من أجل الاستمرار بالسلطة، وهذا حقيقة ما يجيده المالكي الذي يرسم خطوات السوداني بهكذا تصريحات. ثم أن الإطار التنسيقي قد تسنم مناصب مهمة في الدولة ولذلك لا يريد إزعاج الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الراعي الحقيقي للعملية السياسية، وبالتالي يحاول إعطاءه بعض الأشياء والمغريات التي يتخذ من خلال موقفهم بأنهم لا يريدون خروج القوات الأمريكية من العراق، لأنهم يعلمون أن دعم القوات الأمريكية لهم سيجعلهم في عملية البقاء في السلطة، لأننا يعني المتوقع الأيام القادمة ستشهد تظاهرات منذ يوم غد الجمعة، وبالتالي ستكون هناك منافسة سياسية وصراعات كبيرة ستتدخل فيها كتل قد انسحبت من العملية السياسية الحالية، وبالتالي سيكون الإطار التنسيقي الذي قد احترق واحترقت ورقته بصعود الدولار وضيق المعيشة لدى العراقيين، وبالتالي هو يبحث عن أشياء يمكن أن يعطيها وتصريحات وتطمينات إلى الأمريكان حتى يتم دعمهم للبقاء بالسلطة، وهذا طيب. ما يسمى الحالة اللعب على عدة حبال. طيب في حالة اللعب على عدة حبال هنا الموقف الإيراني أين؟ كيف يمكن أن تدعم حكومة منبثقة عن الإطار التنسيقي؟ طبعا هذا الإطار هو موالي لإيران بطبيعة الحال، ويجاهر بتصريح يفضل فيه بقاء القوات الأمريكية في العراق. أين إيران من هذه الحكومة والإطار هو موالي لإيران؟ لا يمكن لأحد أن لا يفكر بأنه إيران قد خدمت الوجود الأمريكي في العراق بطريقة كبيرة تماما، وكل الساحات يكون فيها صراع محدود ما بين الإيرانيين أو الأمريكان، إلا في العراق فإنهم يتوافقون، بدليل قد توافقوا جميعهم على طرد الصدر وإعطاء الحكومة الإطار التنسيقي الموالي لإيران، وهذا لم يحدث لولا التوافق الأمريكي الإيراني. لذلك الإيرانيون يريدون استخدام الإطار التنسيقي في التهدئة مع الأمريكان من أجل بقاء ملف سرقة الدولار للداخل الإيراني، اعتماد إيران ونظام ولايه الفقيه على الاقتصاد العراقي، وبالتالي يريدون مغازلة الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف من بعض الهجمات التي تحدث في الداخل الإيراني أو في الحدود العراقية السورية. وبالتالي الإيرانيون أيضا يعلمون تماما أن عملية كسب الوقت تكون لصالحهم، لا سيما أن هناك من يعمل معهم من الصينيين والروسيين في بقاء ديمومة النظام الإيراني. لذلك لا يوجد هناك اختلاف للإيرانيين حول طبيعة رسم الصورة المعنية للإطار التنسيقي بهكذا توجهات، وإلا فإنه عندما كانت اللهجة عالية بعد مقتل سليماني ماذا صنع الإطار التنسيقي؟ هل قتل جنديا أمريكيا واحدا أو أن الإيرانيين قد قصفوا قواعد وقتلوا جنديا أمريكيا؟ الجواب كلا، لأن الوقائع تشهد بذلك، مما يؤكد على أن الحقيقة يستخدمون كانوا إطار التصعيد وعدم القبول بالقوات الأمريكية وميليشياتهم تصرح علنا بأنهم سيعملون على ضرب القواعد الأمريكية كلها حقيقة من أجل الوصول للسلطة،
لذلك هذه التصريحات قد انطفأت، بل يصرحون هم أنفسهم من خلال السوداني وغيرهم ببقاء القوات الأمريكية لأن المصالح الإيرانية تقتضي ذلك، ولذلك الإطار التنسيقي يسير على هذه المصالح لتحقيق المآرب الإيرانية داخل العراق وداخل إيران. خلال هذه المرحلة إيران مرت أيضا بظروف الداخل الإيراني. أستاذ عبد القادر النايل، كما هو معلوم إدارة التوازن بين إيران والولايات المتحدة، إيران وأمريكا داخل العراق، يفضل الطرفان الآن ربما إبقاء الأمور في مؤشر لا حرب ولا سلام. ما نوع المصلحة الأمريكية الإيرانية من وصول الحالة بين الطرفين خلال هذه المرحلة إلى هذا الشكل؟ أولا للحفاظ على العملية السياسية الذي أوجدها الاحتلال، لأنها تعيش أزمة كبيرة، والذي يقرأ إحاطة بلاس خارت المنحازة إلى السلطة والذي تكلمت كلاما كاذبا مفضوحا بشكل واضح تماما يؤكد، وما رد عليه المبعوث أو المبعوث الأمريكي داخل مجلس الأمن واضح تماما من دعم حكومة السودان، وبالتالي هذا يؤكد حقيقة حجم عملية التوافق على حكومة السودان، والسبب ذلك لأن الشعب العراقي بات ساخطا، وهناك تظاهرات من أجل لقمة العيش وهي تظاهرات الكرامة. وهنا حقيقة أنا أعترض على من يقول هي ثورة الجياع القادمة، هي ثورة الكرامة من أجل انتزاع لقمة العيش من الفاسدين الذين هم بلا كرامة. وبالتالي هذه التحركات ربما ستشهد أيضا دخول بعض الأطراف السياسية التي انسحبت من العملية السياسية مقابل الإطار التنسيقي، وهذا حقيقة سيجعل حكومة السودان في مأزق. يعني انتهت 100 يوم والسوداني لا يستطيع الوصول إلى عملية تهدئة الدولار ولا عملية ضخ العملة المزورة العراقية التي تطبعها إيران داخل الأسواق العراقية، وبالتالي هناك نقمة كبيرة بدءا من الموظفين الذين خسروا ما لا يقل عن $200 من رواتبهم جراء هذا الصعود، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني وصل إلى 150% من سعر المواد الغذائية قد ارتفعت، ونحن أيضا مقبلون على ارتفاعات أخرى. لذلك حقيقة المآزق التي يعني تحيط بحكومة السودان والإطار التنسيقي كلها حقيقة تصب في مصلحة الشعب العراقي، وبالتالي الإيرانيين والأمريكان يريدون المحافظة على ما هي عليه من أجل بقاء تدمير العراق بهذه الصورة. نعم، شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل.